السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نشرح طريقة اختزال المصفوفة وإلها اسم ثاني اسمها طريقة حذف جاوس أو جاوس إليمينيشن بالإنجليزي. فهاي الطريقة يعطيني سيستم من المعادلات، مو بالضرورة ثلاثة، بس هسه حاليا هذا السؤال منطيني ثلاث معادلات، يريد أجد قيمة الـ X والـ Y والـ Z بهاي الطريقة. فأول خطوة بالطريقة أرسم مصفوفة، هاي المصفوفة أنزل بيها معاملات الـ X بالعمود الأول، معاملات الـ Y بالعمود الثاني، معاملات الـ Z بالعمود الثالث. فخلي أبدي، هذا الـ X ماكو بصفة شي معناتها معاملة واحد، هذا الـ X معاملة اثنين، وهذا الـ X معاملة سالب واحد. هسا أجي على الـ Y، الـ Y هذا موجب واحد، سالب واحد، موجب واحد، واحد سالب واحد بواحد. وهنا اجي على الزيت، عندي سالب واحد بواحد موجب اثنين، سالب واحد واحد باثنين. هسه هنا بعض الاساتذة يخلون خط منقط هيج، البعض الثاني يخلون خط عادي يعني مو منقط. انا هنا خليت منقط، ماكو فرق نهائيا، هذا الخط يعادل لي عن عملية اليساوي. بعد هذا الخط أخلي النتائج، عندي سالب اثنين بخمسة بواحد، اثنين بخمسة بواحد. هسا أسد المصفوفة، هاي المصفوفة اسمها augmented matrix، اسمها مو ضروري، ما أتوقع ينطلب منك. أول سطر، أول صف أسميه R1، الصف الثاني أسميه R2، الصف الثالث أسميه R3. هسه هذا كل الحكي هيج. أبدي شلون أحل هاي المصفوفة. أول ما أجي على المصفوفة أباوع على القطر الرئيسي اللي هو هذا، هذا يسموه القطر الرئيسي، من الركن بدنا يجي وينزل هنا القطر الرئيسي. هسه أجي بالقطر الرئيسي أباوع على عنصر عنصر، اني بهاي الطريقة لازم احول هذا الجزء من المصفوفة اللي تحت القطر الرئيسي، هذا الجزء لازم احوله الى صفارة، هذا يسمونه المثلث السفلي. هذا المثلث السفلي لازم يتحول كل عنصر بي الى صفر، فشلون احولهم الى صفارة؟ اجري بعض العمليات بحيث يتحول هذا الى صفر وهذا الى صفر وهذا الى صفر. فخلي اقول اختار هسه هذا العنصر بالقطر الرئيسي اللي هو الواحد، اقول كل شي جوا لازم يتحول الى صفر. فخلي ابدي بهاي الاثنين، هسه عندي هاي الاثنين اريد احولها الى صفر. هنا ارسم خط وافتح مصفوفة جديدة، اني قلت الاثنين اريد احولها الى صفر، فبس الـ R2 راح يتغير، يعني بس السطر الثاني راح يتغير. فخلي انزل الباقيات اللي ما راح يتغيرن، انزل هذا اول سطر، عندي واحد واحد سالب واحد سالب اثنين، وهذا الاخير سالب واحد واحد اثنين واحد. اسد المصفوفة، خلي هذا خط المنقط، تمام. هسه هنا اجي على الـ R2، ايش راح يصير له؟ اقول هنا أنا عندي موجب واحد وموجب اثنين، اول شي لازم واحد من عندهن احوله سالب، هذا الموجب واحد لازم اضربه في سالب اثنين حتى يصير المشابهات واشارتهم معكوسة، حتى من اجمعهن يصير صفر. فايش اقول هنا المعادلة ايش اسويها؟ اقول هذا الR2 القديم، هسه هنا أنا اقول R2 الجديد يساوي الR2 القديم، هذا اجمع ويا من؟ اجمع ويا الار 1 زائد ار 1. هسه هنا هذا الار 2 اللي هو 2 زائد 1 صار 3، لا انا اريد يصير 0. فهذا الار 1 اضربه في سالب 2، اقول هذا الار 1 مضروب في سالب 2 فحتى يصير موجب 2، وهذا الار 1 يعني 2 زائد 1 في سالب 2 يعني 2 ناقص 2 0. فمعناها هاي الار 2 اذا دخل سالب 2 على الار 1، فأقول هاي الR2 الجديدة ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي R2 ناقص 2 R1.
نفس المعادلة هاي، مو غيرها يعني. هذا تقدر تشطبها وتخلي هاي، او تشتغل على القديمة ماكو مشكلة. خلي هسه نشتغل عنصر عنصر. الشغل الجديد راح اخليه بالاحمر. ابدي عندي ارتو القديم، اقول ارتو جديد شو يساوي؟ ارتو القديم اللي هو 2 ناقص 2 في 1، يعني 2 سالب 2 0، انزلها تمام صفر. اكمل الشغل كل العناصر مال ارتو. فعندي سالب 1 ناقص 2 في 1 يعني ناقص 3. عندي هنا موجب 1 ناقص 2 في سالب 1 يعني سالب في سالب موجب، فواحد زائد 2 3 موجب 3. هنا 5 هم اطبق لها الحكي هذا، اقول 5 ناقص 2 في ناقص 2 يعني 5 زائد 4 صار عندي 9. هاي اول خطوة بالحل، اتحول اول عنصر الاريد اللي هو هذا 2 الى 0. هسه ارجع اباوع على القطر الرئيسي مالتي، المثلث السفلي بوك هذا صار بيه صفر. خلي اصفر لي جوا بعد، انا شنت يا عنصر مختاره بالقطر الرئيسي اول عنصر اللي هو هذا الواحد، فهذا صار صفر. خلي احول هاي سالب واحد الى صفر. هسه هنا اذا تريد وقف الفيديو وانت قل لي شنو المعادله اللي راح تطلع. قلنا قبل ما نكتب المعادله لازم خلي سهام، افتح المصفوفة وانزل السطور اللي ما راح يصير بها تغيير. هسه قلت هذا الثالث راح يتغير، فمعناها الاول والثاني ما راح يتغيرن، فانزلهن. واحد واحد سالب واحد سالب اثنين صفر سالب ثلاثة ثلاثة تسعة. خلي الخط المنقط اسدها تمام. هسه المعادلة شلون راح تصير؟ عندي موجب واحد وعندي سالب واحد، إذا هن أصلا مشابهات، فمجرد أجمعهن راح يصير مجموعهن صفر. فأقول الـ R3 الجديد شو يساوي لي؟ R3 القديم زائد R1. R3 القديم سالب واحد زائد واحد صفر. فهسه أبدي كل عنصر أطبق له المعادلة، أقول هذا زائد هذا صفر، هذا زائد هذا 2، هذا زائد هذا 1، هذا زائد هذا سالب 1 تمام. هسه كل العناصر اللي تحت هذا الواحد صار عندي. هسه ارجع من بعد القطر الرئيسي. طبعا هو حل سريع، بس انا جاي اسوي الخطوات بطريقه تفصيليه حتى الشخص يتعلمها، اما هو الموضوع الحل ممكن يصير اسرع بهواي. فخلصت هذا العنصر، كنت مختار الواحد كل شيء جواه صار صفر. هسه اختار هذا سالب 3، اريد اللي جواه يصير صفر. شوف هنا السالب 3 وعندي وموجب 2، هذني يعني ماكو شلون اخليهم مشابهات. فهنا عندي خطوه قبل ما اختار هذا السالب 3، عندي خطوه تشوف هذا السطر الثاني كله يكبر القسمه على 3، فخلي اقسم السطر الثاني على 3 حتى تسهل الامر علي. بدل ما عندي سالب 3 صار عندي سالب 1. فهنا أنا خطوه سريعه، احط سهم واقول الار 2 على 3 وافتح مصفوفه جديده، اخلي الار 2 على 3. يعني كل راح ينزلن، بس مجرد الار 2 تقسم على 3. 1 1 سالب 1 سالب 2 صفر اثنين واحد سالب واحد. اسد المصفوفة. هسه اجي على هذا ماتي 3، صفر على 3 صفر، 3 على 3 هذا سالب واحد هذا واحد، 9 على 3 بها 3 تمام. هسه هذا تحول سالب واحد، صار عندي الحل اسهل واحد، اقدر القى معادلة اسهل. اجي احدد القطر الرئيسي مالتي تمام. المثلث العلوي عندي بس هاي الاثنين بيبقت ما تحولت الى صفر، فاجي اقول هاي الاثنين اريد احولها الى صفر. شنو المعادله اللي تصير عندي؟ احط سهم
افتح مصفوفة جديدة. تمام، وانزل العناصر اللي ما راح تتغير، هو هذا يقع بالسطر الثالث، فانزل اول اثنين، ما راح يصير تغير عندي، واحد واحد سالب واحد سالب اثنين، صفر سالب واحد واحد ثلاثة، خط ونقاط أسدها. تمام، عندي سالب واحد وعندي موجب اثنين، فتقريبا نفس هاي العملية اللي سويناها أول مرة. أقول هذا السالب واحد إذا أضربه في موجب اثنين يصير، يعني يصير سالب اثنين زائد اثنين يصير صفر. فأقول أخلي الـ R3 جديد للعنصر هذا بالـ R3، شو يساوي لي؟ يساوي لي R3 قديم اللي هو هذا الاثنين، أجمعه ويا هذا مضروب في اثنين ويا R2 في اثنين. هسه أجي أطبق المعادلة، يكون عناصر الـ R3 يصير عندي، أطبق هاي ال R3 زائد ال R2 في 2، R3 زائد R2 اللي هو 0 زائد 0 في 2 0، يبقى 0. ضروري هذا يبقى 0، إذا المعادلة تغير لهذا الشغل القديم معناها ما سويت شيء، فالمعادلة لازم ما تغير هذن العناصر اللي أنا حولتهم 0 أصلا. فأكمل، هذا قلنا يصير 0، وهذا ال R3 عندي 1 زائد 1 في 2 3 وسالب 1 زائد 3 في 2، 3 في 2 6، ناقص 1 يبقى 5. تمام، هسه تحولت هذا المثلث السفلي كله صار عندي صفارة، فهنا اوقف، هنا ابدي بالخطوة الجديدة. الخطوة الجديدة انه شو اسوي؟ انا ببداية الحل قلت كل عنصر اخذت معاملة، هسه ارجع ارجعهن المعاملات، ارجعهن هذني المعاملات الجديدات ارجعهن للمعادلة. فشي يصير عندي؟ قلنا هذا اول عمود للاكس، ثاني عمود للواي، ثالث عمود للزيت، وكل سطر يمثل لي معادلة. فخلي اكتب المعادلات، هنا ايش كان عندي؟ كان عندي الاكس معاملة واحد فانزل اكس، الواي معاملة واحد انزل زائد واي، معناته موجب واحد معاملة ف زائد واي، ناقص واحد هذا شان الزيت فانزل ناقص زيت، شو يساوي لي؟ اللي هي سالب اثنين. تمام، هسه اجي المعادلة الثانية، معامل الاكس بيها صفر، صفر في اي رقم؟ صفر، فما اكتبه اعوفه، لان صفر في اكس صفر. سالب واحد معامل الواي فانزل ناقص واي، وهذا واحد معامل زد موجب فاكتب زائد زد، شو يساوي لي؟ الثلاثة. اجي على العمود الاخير، الصف الاخير، الاكس معاملها صفر ما اكتبها، الواي معاملها صفر ما اكتبها، الزد معاملها ثلاثة، فبس عندي هاي زيت اللي هي موجب ثلاثة، فأكتب ثلاثة زيت، ما يحتاج أخلي عاد موجب لأن ماكو شيء قبله، يساوي خمسة. إذا السؤال كان عندي بهاي الصيغة وهسه تحول لهاي الصيغة، يعني هذا صار صفر وهذا صار صفر وهذا صار صفر، فخلصني من عناصر إنه صار عندي بسهولة ممكن أحسب قيمة الزيت، وإذا حسبت الزيت ممكن بسهولة أعوضه هنا وهكذا. فخلينا نبدي، هاي اسمها طريقة التعويض العكسية، مو شرط تعرف اسمها. نبدي هسه، عندي قيمة زيت، خلي أطلعها، الزيت ايش راح يساوي؟ نقسم الطرفين على ثلاثة، الزيت راح تطلع لي خمسة على ثلاثة، هاي الزيت طلعت. ايش بقى عندي؟ بقى عندي الواي من المعادلة، فايش اقول؟ عندي معادلة شو تقول؟ سالب واي زائد الزيت اللي هي عندي خمسة على ثلاثة يساوي ثلاثة. ف
فايش اقول؟ احول 5 على 3 لهذا الطرف، فسالب واي تساوي 3 ناقص 5 على 3، فالناقص واي 3 في 3 9، 9 ناقص 5 4، فيطلع لي 4 على 3. تضرب الطرفين في -1 يؤدي إلى الواي تساوي -4 على 3. تمام، إيش بقت عندي؟ بقت عندي قيمة الإكس. فهنا هم عندي معادلة، عندي المعادلة، المعادلة تقول لي إكس زائد واي ناقص زد تساوي -2. ندرك انا اذا الاكس عندي، ما عندي اريدها اني، الواي قد -4 على 3، فعوضها ناقص 4 على 3، ناقص زد، الزد عندي ناقص 5 على 3 يساوي -2، -4 على 3 وناقص 5 على 3 تصير عندي ناقص 9 على 3. خلني اكتبها، اكس ناقص 9 على 3 يساوي -2. كمل الحل. تبقى هاي الناقص 9 على 3 ايش قد قيمته؟ هاي بيها 3، فناقص يعني يصير اكس ناقص 3 يساوي -2. فالاكس تساوي تحول 3 للطرف الثاني تصير موجبة، فالاكس تطلع لي قيمتها موجب 1. طلعت قيمة الاكس وقيمة الواي وقيمة الزد. لو كان المعادلات بالشكل القديم اللي هو هذا، كان من الصعب جدا استخدم هاي الطريقة. شلون يعني لا عندك قيمة اكس لا عندك قيمة واي؟ فبهاي الطريقة خلت لي الزد وحدها بمعادلة، فمن خلال الزد وخلت لي الزد والواي وحدهن بمعادلة، صار عندي الزد معروف عوضته هنا، انه صار عندي الزد والواي معروف عوضت من هنا طلعت الاكس. فهاي الطريقة هي تبسيط السيستم مال المعادلات واستخراج سيستم مكافئ، اللي هو هذا يسموه نظام مكافئ، يعني يعطيك نفس النتيجة مال النظام الأصلي، بس هذا النظام مبسط أكثر، ممكن حله بطريقة أسرع وأسهل. وشكرا.